فهي الدعوة أحبائي هي دعوة للتوبة، والتوبة تعني تغيير الفكر، وهذا التغيير أكيد بيقودك لتغيرات كثيرة. هي عملية انتقال من الموت إلى الحياة، وعملية انتقال من الظلمة إلى النور. لكن عندما يتوب المؤمن هي عملية وعي، عملية إدراك، عملية تغيير، تغيير الفكر كمان، وتغيير الأسلوب والنمط في الحياة، تغيير الاتجاه، كيف اتجاهاتك، كيف دوافعك، وكيف القيم اللي بتسلك فيها. أخاف أحبائي إنه كتير منا عم نستخدم اسم المسيح لدوافع خاطئة ولأغراض خطأ، وكأنه أصبحنا جماعة من البروفيشنالز، جماعة من المحترفين في استخدام اسم يسوع المسيح لأغراضنا الشخصية، بدل ما أن نكون مخلصين في المجتمع، بدل أن نكون جادين، بدل أن نكون حارين في الروح، بدل ما نعكس محبة المسيح وقوة المسيح وشهادة المسيح وصفات المسيح للعالم، يعني أخذنا موقع الراحة.